الراجل ده جاب كاندي كبيرة اللي هي الطويلة دي، وبيقول ان انت لو حطيتها في الفريزر لمدة 24 ساعة بترجع بتلاقيها عاملة زي الشيبسي بالظبط، بتقرمش كده بيبقى طعمها احسن بكتير جدا جدا. فانا جبت الكاندي دي وقلت يلا نجرب التجربة دي. كاندي دي طبعا انا بحبها جدا جدا، دي بتبقى حلوة حامضية حامضة كده شوية، بتبقى طعمها حلو يعني. جبت واحدة بنكهة توتي فروتي وجبت واحدة بنكهة التوت، وكل واحدة فيهم عاملة 6 جنيه. فانت لو ما جربتهاش فانت فايتك نص عمرك حرفيا. اللي احنا بقى نعمله دلوقتي ان احنا هنجرب واحدة قبل ما نحطها في الفريزر، ونجرب واحدة بعد ما نحطها في الفريزر. ده كده شكل الاتنين، هي الواحدة تبقى عاملة كده، تبقى متغرقة كده سكر كده بودرة من بره، بيبقى طعمها حلو قوي يعني. تمام، احنا هنعمل زيه، هنروح نحطهم في الفريزر 24 ساعة في الفريزر وليس التلاجة، عشان يعني ايه الناس ما تطلبطش. هنحطهم في الفريزر 24 ساعة ونرجع ونشوف هيتحولوا لشيبسي ولا لا. يلا بينا. وكده فحد 24 ساعة على الكاندي اللي احنا حطيناه في التلاجة، والمفروض كده دلوقتي تكون اتحولت لشيبسي. ده كده شكلها، هي بقت جامدة سيكة، تعالوا ندوقها. المفروض بقى تقرمش زي الفيديو بالظبط. بسم الله. بص هي جمدت شوية ولكن ما قرمشتش زي الفيديو بالظبط، هي جامدة وحشة أصلا. تعالوا طب ندوق كده اللي بالتوت. بسم الله. لا ما قرمشتش ولا اتحولت لشيبسي زي ما هو قال في الفيديو ولا أي حاجة خالص. لو هتشتريها كلها على طول مش لازم تحطها في التلاجة والكلام ده. فجينا التجربة دي فشلت جدا جدا، وبحاول يا زميلي ما تقلدش اي حاجه تشوفها على اليوتيوب يعني او الفيسبوك. انا بحاول اعمل برضو تجارب واشوف هل هي فعلا هتنجح ولا مش هتنجح، وانقلها لكم بقى ايه بالصوره الطبيعيه بتاعتها. الانستجرام بتاعي اهو، بنقدم هناك عظمه جدا جدا، وعايزين نوصل ل 100,000 قرب وقت عشان احنا عايزين نعمل اكبر جيف اواي في مصر. نوصل احنا بس ل 100,000 ونعمل الجيف اواي دي. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.